شفتوا شنط وايد، بس شنط الستور تختلف تماما. شوف يا محمد، الله بالبصمة. قد حياتك شفت شنطة ببصمة؟ انت حبيت ستور بس. بس حبيبي بس خلاص. تعرف علمين ان كل يعني شوف العالم تعداد السكان في العالم. تفضل اخوي. كل واحد بصمته غير الثاني. والله يا اخي شكرا. يوغي انا توني اعرف صراحة. شكرا. شكرا اخوي حبيبي. ويا جماعة شوفوا حتى تقدر تحط تركب لها باور بانك من داخل وتمد الواير وتشرج تلفونك بكل سهولة. هذه وايدين يسافرون اوروبا. بالضبط. في سرقات في اوروبا بشكل مو طبيعي. بالضبط. هذه عن طريق البصمة، تحط اغراضك وتضبط امورك ولا احد يفتح الشنطة مالتك الا انت. افتح افتح ساعدني ساعدني يلا افتح خلنا نرويهم اشياءك حاجاتك محتاجاتك. شوف كيف عندك المكان هذا وعندك هني تقسيم على كيف كيفك، تحط هني وهني 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 ما شاء الله. شوف فيكم كلكم حاطين يدكم ما شاء الله تبارك الله. لا لا هات بعد بعد لا 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 تمزح يا عمور. بعد ما شاء الله اجي اشوفه وراويك. شفت الواير هذا؟ هذا اللي توصل فيه الباور بانك. انزين وبعدين تمد الواير من هني وتشرج تلفونك بكل سهولة. حركة رهيبة صراحة. من هو فيها؟ خطير 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 خطير. التوب بتاعك أكلك شربك حاجاتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تعال 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 شوف شوف تشحن شو اسمه البصمة بتاعك.